ما تحورش على نفسك، كل صراحة. في فترات كده بتعدي عليك انت بتحس ان انت مش الدنيا مش ظابطه معاك، حاسس ان انت مش قادر تعمل حاجه، حاسس ان انت الدنيا ملخبطه، حاسس ان انت مش عارف المفروض تعمل ايه، اللي انت بتعمله ده صح، اللي انت بتعمله ده غلط. بس هي الفكره ان انت بتبقى جواك عارف ان في حاجات معينه دخلت عليك جديده في حياتك، لازم هي تاخد الاولويه ولازم هي اللي تديها المجهود علشان تقدر ان انت بعد كده تشوف منها النتيجه اللي انت عايز تشوفها. ده بالظبط اللي حصل معانا في الفتره الاخيره. احنا بدانا ايفولف واي وبنحاول ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نكبرها، فبالتالي التمرين، الكونتنت، اليوتيوب زي ما تقول كده ايه، خد له خطوه لورا. بس هو خد خطوه لورا علشان في حاجه تانية كانت محتاجه ان هي تاخد خطوه خطوتين ثلاثه لقدام، وكان لازم نعمل حاجه زي كده علشان نقدر ان احنا نحط بصمتنا في مجال الفيتنس زي ما احنا بنعمل على طول وزي ما احنا معودين. بس اللي احنا قررنا بقى ان احنا نعمله هو ان احنا كفايه علينا كده فتره الراحه دي، ولازم ايفولف ترجع اجمد من الاول. وانا شايف ان احنا خدنا القرار الصح ان احنا عايزين نستيب اب الكونتنت بتاعنا بطريقه مختلفه. هي نفس الفلوجات اللي انتوا بتحبوها، هي نفس الفايب ونفس الاحساس اللي احنا بنحاول نوصله لكم. بس اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نخلي الكواليتي بتاعت الفيديوهات احسن، يبقى شكل الحاجه احسن زي ما هي، بنحاول على قد ما نقدر ان هي تكون لايقه بيكم على طول. وبالتالي في عضو جديد تم اضافته لعيله ايفولف وهو مستر مهاب كونتنت، واحنا ان شاء الله هنبقى بنشتغل مع بعض علشان نحاول على قد ما نقدر ان احنا نطلع لكم فيديوهات تبقوا انتوا بتتفرجوا عليها تحسوا ان انتوا مستمتعين بيها، وفي نفس الوقت تبقى لذيذة ودمها خفيف وتطلعوا منها بمعلومة كويسة زي ما احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ده السكة اللي احنا نبقى ماشيين فيها. من اول ما بدأنا يوتيوب وهو نفس الحاجة اللي احنا بنقولها من اول فيديو، احنا بنعمل الفيديوهات دي علشان نشارك معاكو حياتنا، البيزنس، حياتك الاجتماعية، الفيتنس والكلام ده كله. فمن الاخر نقدر ان احنا نقول ان ايفولف الفترة الجاية هتستيب اب الجيم وهنكسر الدنيا. دلوقتي شباب زي ما انتم شايفين طبعا احنا بنصور في كحل، وصراحه مهاب عامل اداء ان هو بيصور في الضلمه دي، الموضوع صعب. بس اللي انتم هتشوفوه في بقيه الفيديو ده اوريدي اصلا حصل. النهارده هنتمرن تمرين تشيست ودراع ايفولفويه مع ماهر، وماهر ده انت ممكن وانت تكون بتقلب على التيك توك يكون طلع لك في الفور يو بيج. فيلا بينا نبدا الفيديو. دلوقتي شباب احنا في الجيم، والنهارده يعتبر اختبار من نوعين. اول حاجه ان احنا بنصور في الجيم بالكاميرا، فعايزين نشوف الدنيا هتمشي ازاي عشان الواحد ما بقاش ضامن حاجه في البلد دي الصراحه. ومعانا دكتور، لازم اقول الدكتور السنان استاذ ماهر، اكيد انتوا شفتوه في حته يا على تيك توك يا على انستجرام، هتلاقيه بيسال الناس اسئله ذكاء والناس بتجاوب غلط كلها ما شاء الله، وبيقول لهم برافو. احنا هنحط اليوزر نيم بتاعه بتاع الانستجرام وبتاع تيك توك هنا تحت النص. وهنعمل ايه النهارده؟ والله يعني هو طبعا هو انا خايف ان انا اتمرن. لا انا والله اللي خايف كده كده. فاحنا النهارده ان شاء الله هنلعب تمرينه تشيست ودراع. تمرينه بص لذيذه جدا، بس احنا هنمرنك بالطريقه الايفولفويه. اوكي ماشي. الراجل ده انا متاكد ان هو ما جربش يلعب يعني ايه توب سيت وباك اوف. ماشي والله انا فان اوريدي ليفل من زمان. ليش ما تقولش فان بس؟ انت جزء من العيله. ايه رايك؟ ايه رايك؟ لازم تحط حته عيله بقى وقاعدين والحاجات بتاعت الشركات دي مش مشكله. بس احنا تمرينه جامده وهنتكلم وندي شويه تيبس وبتاع ونشوف الراجل ده يبقى عامل ازاي. وبص انا سمعت في شعاب بيقولوا ان التمرينه الايفولفاير زاد 5 كيلو عضل من اول تمرين. انا جاهز خلاص. انا جاهز. يلا بينا. يلا بينا. مش كنت بتعمل؟ استنى. لا ثانيه لسه. شفت؟ بص 3 2 1 حط ايدك على الكندوب. لازم الراجل حتى لو مفيش ايدت. انا جاي عشانها اصلا. هنبدا التمرينه بعد 3. لا انا لازم تعد 3 2 1 بصوابعك وتحط ايدك على الكندوب. 3 2 1 بس بنسخن الكتف
بسخن الكتف عشان ما يحصلش اي نوع من انواع الاصابات. جامد قوي يا جماعه الصراحه كده انا خايف. ايه اللي احنا بنعمله بقى؟ احنا بنسخن بس من غير ما نحرق نفسنا في التمرين. بمعنى ايه؟ يعني 5-6 عدات كده وبنقلب الوزن تدريجيا علشان يبقى عندنا الباور ان احنا نخش التوب سيت اللي بجد. فاحنا لحد ما نوصل لها مش عايزين نفرهد، بس احنا قربنا نوصل لها فخلاص كده الوزن هيبدا يوصل لحد ما نخش التوب سيت بتاعتنا اللي هي اعلى وزن اكتر عدد عدات للفشل الحرفي. صح يا كابتن ماهر؟ صح جدا. بس انا عايز اضيف حاجه، انت بتقول ما بدأناش نفرهد، انا ابتديت افرهد بصراحه. دلوقتي ماهر هيخش التوب سيت بتاعته ما شاء الله عليه، حاطين 100 كيلو تقريبا. فتعالوا نشوف الفشل العضلي. هتلاقي ان هو فعلا ما كانش هيعرف يعمل عدة كمان، بس هو مش لازم يوريك ده بقى بان كتفه يطلع ودراعاته تعمل وتلاقي التمرين قلبت حاجة تانية خالص. فلا دكتور جامد جامد ما فيهاش كده. توب ست هي مجموعه هنخف الوزن حوالي 15-20% ونلعب الباك اوف ست ونحاول نجيب عدات اعلى من العدات دي. يعني انا جبت 9 ماهر جاب 9، نحاول نجيب 11-12 كده احنا بقينا زي الفل. كده احنا خلصنا اول تمرينه، واول تمرين خدت حقها فمش محتاجين نلعب مجموعه كمان. دلوقتي اللي احنا هنعمله هو ان احنا نلعب فلات تشيست بريس. يلا بينا. لعب 8 عدات، هو كان ممكن يبقى فيها عده 9 بس كان ممكن يبقى فيها خلع في الكتف. ففي يا جماعه مقوله مهمه قوي بيقول لك one rep won't make you but one rep can break you. يعني في عده مش هتخليك بطل بس لو عملتها ممكن تكسرك. فخليك على طول ايه كده عندك السنس ما بين هل هي تستاهل ولا الموضوع ما يستاهلش.
chest flies اللي بالدنابل بجد بحسها تقريبا اكتر تمرينه ملهاش اي لازمه. انا عارف ان في ناس هتتضايق من الموضوع ده, بس انت حرفيا التنشن موجود تحت اول ما بتعدي هنا ولا اي. لا انا حاسس ان هي اكتر تمرينه بتجيب اصابات. دي حقيقه. نص اصحاب اتصابات. دي حقيقه صراحه. احنا نلعب على الجهاز صراحه. يا شباب بحاول اقول مهاب ان الجهاز ده وحش. واسع قوي. لا ولو تقلت بقى انا مش عارف امسك. يعني لو تقلت هتروح تجيبها من هناك. تجيب دي. عايزك تنزل هي بتخطفك فاهم. بس دلوقتي احنا ما عندناش حاجه نلعب بيها تراي. انا طبعا التراي كله بلعبه على الكيبلز, بس هنا مفيش كيبلز. فاحنا عندنا كذا اوبشن نلعب حاجات بالدمبل, وانا بكرهها جدا بالنسبه للترايسب, احس ان هي بتبهدل الكوع. وعندنا البتاع ده وهو جهاز الدبس. فاللي انا بفكر فيه اللي احنا نعمله هو ان احنا نلعب دبس هنا, نركز فيها على الترايسب. هي كده كده هتشغل معانا تشيست, وهو اصلا النهارده تشيست ودراع, فدي مصلحه. هنلعب هنا تو فيلير ان شاء الله بقى 20 30 عده. فلما نروح نلعب تراي بالدمبل ما نضطرش ان احنا نستخدم وزن تقيل ممكن يوجع لك كوعك او ممكن يصيبك او ايا كان. فبس احنا هنخش دلوقتي نلعب ترايسب, والراجل ده بيقول ان هو جامد قوي في الكاليستنكس تقريبا. فتعالوا نعمل حاجه, مين هجيب عدات اكتر في اول مجموعه. يلا بينا. ايه رايك؟ يلا بينا. يلا بينا. طبعا يا شباب انا بحاول اعرف هو هيلعب كام عده, بس مش عارف والله. يمشي يا ابني. انا بعدين غشاش. اه غش. ايوه هي كده. طب اعملها كده. انا موافق. دلوقتي احنا نخش تاني تمرينه في البايسب, وهي تاني تمرينه, بس احنا بنحاول نجيب تمرينه تكون بتمرن العضله بشكل مختلف. زوايا كتفك هنا وهنا وهنا هي اللي بتغير التأثير بتاع التمرين على انهي جزء من البايسب. كده كده كل الهيدز بتتمرن, بس انت لو ايدك قدامك الشورت هيد, لو ايدك وراك اللونج هيد. فاحنا لعبنا انكلاين كيرل, ايدينا كانت ورانا. دلوقتي هنخش على البريتشر, ايدينا هتبقى قدامنا. فهو ده التنويع, مش ان انا العب بالبار بالدمبل بالكيبل كله في نفس البوزيشن. يلا بينا. وانا لو مسكت هنا هتفرق؟ لو مسكت هنا هي ممكن تفرق بنسبه 1% الصراحه, بس غير كده امسك بالطريقه اللي تريحك, ما توجعلكش تشيست, ما توجعلكش ريستك, وتخليك تقدر تشيل اكتر وزن. تمرينة التراي التانية. كده يا شباب احنا خلصنا تمرينة التشيست والدراع. تعالى تقييمك للتمرينة كام من 10؟ 10 من 10 من غير ولا كلمة. من غير مجاملة. من غير مجاملة والله. تمرينة انا متوقعتش انها تبقى كده. هي بص فيها فزلكة. هي مفيهاش اي فزلكة, وعارف انت اللي هو السهل الممتنع, بس تحس ان انت اتمرنت بجد. مت مت. يعني انا لو حد قال لي تمرين ده ماشي ممكن اتمرنه, بس مش بالطريقة دي. يعني حتى لو نفس التمرين نفس الست, لا بس تمرينه مختلف. هي بص الصراحة يعني في ناس كتير قوي لما تيجي تتمرن معانا وبتاع, يبقى هو اصلا بيلعب ضعف عدد المجاميع وضعف عدد التمارين,
بس هي الفكره مش بالكميه والله، هي بجد بالكواليتي بتاعت المجاميع والكواليتي بتاعت التمرين اللي انت بتتمرن وبالناس اللي انت بتتمرن معاها. شويه عبس يعني، هي دي الشيكر بتاعت الايس كريم كوكي بس ده كارملايز بيست. ستروبيري توب، ستروبيري توب، هل في حته توب؟ حته فراوله. بص هو مش وي يعني، هو ده عصير فراوله مثلا او يعني ايه اقرب حاجه للحقيقه او الحاجات اللي انت ممكن تشتريها؟ هو في خد بقى كمان حاسه قلب على تشيز كيك حلو. مش حاجه حلوه يعني، مش حاسس ان انا متعذب اللي هو بعد التمرين وان شوت وابلع وخلاص. طب تحس ان هو معمول على ميه؟ لا هو مفيش يعني ده على ميه. بس تحس ان انت بتشرب حاجه ووتري او حاجه ميه؟ لا 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 يعني كم من 10 بكل صراحه؟ مش لازم تقول لي 10 من 10 لا يعني، ممكن 9 ونص مثلا. طيب اقسم بالله توقف يعني، والله العظيم توقف. طيب يا شباب احنا في نفس المكان، انتوا مش فاهمين تحدي التصوير في مصر عامل ازاي والله. ده احنا شكلنا هنشوف ايام طين بجد يا جماعة، انتوا مش فاهمين كل حتة تتحرك فيها بس يشوف كاميرا يحسسك ان انت ماسك سلاح والله. يعني انا حاسس انت لو ماسك سلاح الموضوع هيبقى احسن من كده. المهم احنا كده يا شباب نبقى خلصنا الفلوج بتاع النهاردة، بس قبل ما نقفل الفلوج عايز اطلب منكم طلب. زي ما احنا كده بنحاول ان احنا نعمل لكم حاجات احسن ونعمل لكم كواليتي كونتنت اكتر، عايزينكم انتوا كمان تساعدونا، عايزينكم انتوا كمان تساعدونا وتقولوا لنا انتوا عايزين تشوفوا ايه. بس طلب وحيد، يا ريت يا شباب تبقى حاجات واقعيه، يعني بلاش تمرينه مع روني كولمان وحاجات مع لاري ويلز والحاجات دي، لا حاجات طبيعيه احنا نقدر نعملها عادي بس تكونوا انتوا بتستمتعوا بيها. حتى لو هتقولوا مثلا بحب الستايل ده اكتر، بحب لما تعمل ده اكتر، بحب لما تعمل ده اكتر، بس كده. فاكتبوا لنا تحت في الكومنتس عايزين تشوفوا ايه، وطبعا ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو. اظن ده يا بص زرار يعني جزء من الثانيه هتدوس عليه بس هيفرق معانا جدا. ولو انت اول مره تشوف الفيديوهات بتاعتنا ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب علشان الجديد شديد، ودوس برضو على جرس النوتيفيكيشنز علشان تعرف الفيديوهات نازله امتى. كده كده الجمعه الساعه 4 هتلاقي فيديو فولفاوي موجود. ويا شباب كمان ما تنسوش ان انتوا تعملوا فولو للحاجات بتاعتنا، الاشياء بتاعتنا كلها على انستغرام. ما تنسوش تعملوا فولو لاستاذ مهاب، ولو عايزين منه اي شغل سواء بقى كونتنت اديتنج على انستغرام الحاجات دي كلها ابعتوا له، هو عنده كمان كام مكان كده لكام كلاينت وبعد كده هيبقى الدنيا معاه فل. بس كده شباب كان معاكم عبد الرحمن من ايفولف، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.